الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق وصدق أشهد بها مع الشاهدين، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. وأشهد أن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميار على نهجه، واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين ولا ليال. إلهي سبحانه وتعالى أيام هد أوردم أسوغنتهي الله إن سوى فتشيي إن أين قذنو عبادك مد أه عباداتك رب سبحانه وتعالى وإن قفر ديالي إسلام أركان أين كسوغنانو في بيت من بيوت الله جل وعلا إنك أو إسحسو سنين قولك رب سبحانه وتعالى إيه قولك النبي جينا صلوات ربي وسلامه عليه سيد الإعلامي موضوع حوك ساب سيهي أوسع باب للسعادة الباب كأقوب اللارن إلي بنتو أي ليضهي براروه أوليهي فرحدو أي ليضهي آدمه إن بدن وحا أو دونا إنت أو نلوشن دوني دا سارن يهي إن أو فرح سنادو نلول برار يلي بان لنا أو كن نولادو وحانو كعرارا أو مركز تكفوغا دا إن أو نلول عريد أقلو حد دبا محالوه هلي كرا نلوشا برارها إيا برواقة دالي محال لغو متيسن كرا أما ودد ديبا الله مرا إلهي سبحانه وتعالى أي قرآن كتل مامي وحيابها بن آدم كوباهن يهي بن آدم كوحو ككوبن يهي تشد يروح بو ككوبن يهي تشد كوين نقانا أو حال لغو قوذيا عنتوين كاليقانو وحو كلو شركو باهي هي النصا شو راحو روح دونا وقلبك او كو دغن او كو حسلون هذا بقلبك محو كو حسلا الهي سبحانه وتعالى قران كوحو كيري الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب لبدا آيات إلهي سبحانه وتعالى وحاوينو تلمامي وحليبان تقفك أوكو قاريا وحأيهين وحو الله سبحانه وتعالى آيات كاكويري دتك إيمان كاللغه هلاي قلبي قود وحو كحسلا وكدقا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسا إلهي حسكيسا أيان قلوب تدتشي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ليبانتي أدون وقلبي قود كحسلا ذكرك إلهي بالله هلاي ليبانتي آخره أو إينا أين دون إننا وحلق هلا آية دنبا إنو تلمانتيو الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم إلهي وحاو تلمامي دتك إيمان إي عمل ونعكسن لغ هلاي إن أي چن أسوغن تهي إن أي چن هلايان
iyo noqosho wanaagsan oo xaqii aakhiro aan hoygoodu naar noqonayna janno iyo nimco uu noqonayo Abu Darda radiyallahu anhu arda ayaa nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waxa uu ka wariyay in uu nabigu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi yiri ala unabbiukum bi khayri a'malikum وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم نبي صلى الله عليه وسلم وحا أكوير صحابة ما إذن كورما عمل كينك أغو خير بذن dunida weynu shaqeysanayna oo jannaynu doonayna amal baynu sameeyneyna amalka aynu sameeyneyno maxaa ugu khayr badan ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada u sheegaya wa tilmaanta koobaad horta khayriya ayaa loo sugey amalka wa azkaha inda malikikum ilahay akti sana waxa ugu wanaagsan weeye sidoo kale darajooyinka ayaa kor loogu qaadaa oo qofka darajadiisa ayaa lagu dalaca waxaanu amalkaasi ka khayr badan yahay qofku in uu sadaqaysto dahab iyo lacag inuu sadaqaysto ayuu ka khayr badan yahay wuxuu kale ka khayr badan yahay qofku inuu naftiisi huro oo uu jihad galo oo uu marka lagu dilo ama uu wax dilo uu ka khayr badan yahay saxaabadu way yaabeen ahadiis hore nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu tilmaamay إن جهادك وكخير بدن يوحول با شهادته كخير بدن تهي لكن عمل كان وحالة المامي إنه كخير بدن يهي صدقة دي أي كخير بدن يهي قفكو داتكم مركا أيدين تان آخرة وحا أيدتك غيبتو تمني دونان أو شعليسان دونان إن دوني ذا لغو سعليو أمني ذا إيا وحا أي قبان دونان مركا دوني ذا لغو سعليان ويشيغيان وحي أرانيان وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت قفكين أنت أنا جاري أيمن وحلب حأي إلهي سبحانه وتعالى لي هي حدي أي جاري أتي ما دمحو أرندونا فيقول إلهي هداد إسوعيلين لهي هداد إدبليق لهي محان سمين يا فأصدق وأكون من الصالحين إن أن صدق إستو صدق دي قفك أو تمني أي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كم وحكو تلمامي إنو كخير بدي عمل كان صحابة وحي الذين قالوا بلى رسولك إلهي ونوشك عمل كاسي وامحي قال ذكر الله إلهي حسكي سوي أي النبي صلى الله عليه وسلم كجوابي المناوي كتاب كيساء التيسير بشرح الجامع الصغير وحاوكو تلماميا سببت النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذنوردن اوغه الرئيسي الله سبحانه وتعالى حسكيسا وحاو يري عبادوينك اوردن وحبحنت اي عذو لديريردا اي عبادوينك كلاي كسو هريبا ووسائل اي وسائط مركا لغو غارو غايو يدن لغو غارو لكن إلهي إن لا حسا ومقصود كي ووحي لدون يوي إلهي وحي دون إذا إن أوكياني إن أين حسن أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بأوحي لي لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله جل وعلا وحكستا وحيا بعدي أم موتيا أي إليهن وحا قلبك ابن آدم كم موتيا أو موند السمية أو قرحيانا وإلهي سبحانه وتعالى حسكي سوي حسك إلهي ولا ليال وحاو كم ديهي وحيابها أقوى وين إيقفك بن آدم كي إلهي أقوى وادو نبي صلى الله عليه وسلم أيا وحاو كشيك أي حديث أبي سعيد الخدري أورين أيو وحاو النبي صلى الله عليه وسلم نبي موسى أيا إلهي أيمي دوذيذنا وحاو كيري يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به ربي يا وحاد إبرتا وحان كوكو حسو كوكونا بريو إبر
إلهي سبحانه وتعالى وحوجك وابي وحليل موسى وحاتر هذا لا إله إلا الله نهبالي وحد مودى نبي موسى إنه يرايستي ووحا أكويري يا ربي كل عبادك يقولون هذا ربيو رمان أدومهاغو إريغن ويرهذان كلمة توحيدك ويكود واقان وحان دون يا وحوين وأن كوغو سوردوادو وأن كوغو حسو وكوغو عبادستو إلهي سبحانه وتعالى وحوغو جوابي وحويري يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله إلهي سبحانه وتعالى وحأويري موسى حدي سموين كتضبضاء إيا وحي عميري أو الله آن كتشيرين إيا رلال كتضبضاء كفضل سارو كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنا كفدرين عيدي كلا سارو وحا عسلان لهيد لا إله إلا الله ميزان كذكرية إيا حسك إلهي سبحانه وتعالى أوليه أيو مرك حديثك من تسينيا ذكر قول عليال معنى قد بوليه وحو كوبا أو ذكر لو يقانا دمان عبادوين كأوردن أو صلاة لي زكاة لي صون لي دمان عبادوين كأوردن سببتو عبادك استأو أينو سمين إنو إلهي حسكي ساكو جرت إلهي بينو كده حسينا مركا ذكر والي راه ذا معنى قارن وليه أو شيخ الإسلام أو تلمام أيو وحويه معناها قار كاي وحويه الفاظ الهي سبحانه وتعالى لغو سريسيو لغو امانو اخرنت كتاب كيسا ايو الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كسغناتي احاديثه كسو ارورتي او دعوينكي ايا معنهوده قار كاو يهي مركا كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب الى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله وحكست أوقفك عربك أوكهد له أما لابتيس أمرك كتصورته أو إلهي أدوين إياه علم برشو ذاتك أو سمح الله فرا حمانتنا اللو ديدو انتو بذكرك إلهي بيسوك ليان نبي صلى الله عليه وسلم انت وحيك كسو دقين وحيك بحجري بنانك قد كي غارو حراء وتقي شري عبادة التأمل بسمين شري إنو أفير صدو إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كان أبوري عر يدل بورهن لرتن ل إنو أفير صدو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي إلهي ليه وآيات ككونك قفكو إنو أفير صدو كليا أي وحي تهي عبادة الله سبحانه وتعالى أي ذكر مركا لوغ دوان أيو سعادة أي فرحد ودرين قلبك كي مادة لذلك با أمضه أي دولة هورو مري وحي آد الدغران إني أغادان بلشبة بلشبة أي كفرح سنتهي ومركا كهب سنتهي وحي ترى برغرام ليداه دو World Happiness Report oo sanad kasta soo baxa wa warbixinta sanadlaha ah ee adduunku sida dawladuhu ay u kala faraxsan yihiin sanadahan Europe hore xagga hore galeysay Finland iyo Denmark iyo Switzerland iyo baa ugu horeeyay laakiin waxaynu ku kala duwanahay miyaarka aynu ku eegayno farxadda iyo marka qof kulliibaanta uu doonayo iyagu waxay ku eegan dhowr arimood waxay ku eegan dadka dalka degan muxuu dawladda ka hela oo muawina social support waxay ku eegan income ka ama dakhliga qofka soo galaya waxay ku eegan adeega caafimaad ee dalkaasi bixiyo waxay ku eegan xurriyada ama freedom ka uu dalkaasi haysto waxay ku eegan generosity
dadkaas sida ay wax ula baxaan oo kaniisadahooda iyo hay'adahooda khayriga wax u siiyaan waxay ku eegaan dalkaasi sida aanu corruption u ahayn fasaad u lahayn ama musuqmaasuqa uga marka yar yahay innaga waxyaabaha soo dhani happiness inooma aha inkastoo ay yihiin islaam ahaan waxyaabo wanaagsan oo bulshada in loo adeego oo wanaageeda laga shaqeeyo ay yihiin innaga happinesskeena iyo farxaddeena waxaynu ka eegnaa qalbiga waxaynu ka eegnaa qofku qanaacada uu leeyahay waxaynu ka eegnaa qofba qofka uu ilaahay uga dhow yahay sidaa awgeed baa bulshada muslimiinta ah gaalada iyagoo waxaasoo dhan haysta waxaad maqlaysaa maalin kasta qof baa isdilay noloshii baa ku adkaatay duruufihii noloshaa ku adkaaday wuu isdilay innaga miyaa la helaa maya waynu faraxsannahay waynu hee faraxsannahay waxaa dhacday nin suudaaniya oo aan ingiliishka wax badan ka garanayn ayaa wuxuu joogay kaalin shidaal waxaa soo mari jiray nin maalqabeena oo shirkad leh ninkaasi hanti badan buu haystaa ninkan suudaanigiina dakhli aad u yar baa soo gala markastoo uu gaadhigiisu soo istaago isaga oo dhoola cadaynayo faraxsan unbuu arkaa dabadeedna maalin kasta wuu dhaafaa maalintii dambe wuxuu ku yidhi niyahow soo ima taqaanid aniga markasuu yidhi haa markasuu yidhi hanti noocay doontaba ha ahaatee waan haystaa farxadda aad dareemaysid iyo qosolkan wejigaaga ka muuqdana ma hayo anigu dabadeedna si fudud buu ugu sheegay oo wuxuu yidhi farxaddani waxay ka imanaysaa islaamnimada iyo diinta aan xambaarsanahay waayo qofka muslimka ah arrintiisa oo dhan waa khayr in asaabahu saraa'un shakar fakaana khayran leh wain asaabathu daraa'un sabar fakaana khayran leh haddii dhibaato ku dhacdo haddii barwaaqo uu helo qofkaasi ilaahay buu uga mahadcelinayaa waanu ku farxayaa oo markaa shukrigeedii buu naqayaa haddii dhibaato ku dhacdana wuu ku sabrayaa oo allihii u keenay ayuu markaa garwaaqsan yahay qadartiisii inay tahay marka bulshooyinkaas saasaynu ku kala duwannahay xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala la xuso oo la weyneeyo wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka qalbigiisa nooleeya nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay xadiidka saxiixu lbukhaari ku sugan min xadiidi abi muusa radia allahu canhu ardaa nabigu sal slam wuxuu yidhi mathalu ladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru rabbahu mathalu lxayi walmayit qofka allah subxaanahu watacaala xusaya oo ilaahay subxaanahu watacaala markasta carabkiisa ku haya oo dikrigu aanu carabkiisa ka qalayn iyo qofka aan ilaahayba xusin waxay la kala mid yihiin qof nool iyo qof dhintay ka nooli waa ka alla xusaya ka dhintayna waa ka markaa xuskii ilaahay subxaanahu watacaala ka fogaaday sidoo kale guriga ilaahay lagu xuso iyo guriga aan lagu xusin sidaasay u kala duwan yihiin weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa inagu booriyey oo inagu dhiirigeliyey in xuska ilaahay la badiyo yaa ayuha aladiina aamanuu idkuruu allaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan wa asiila ayuu ilaahay leeyahay dadkii mu'miniinta ahaayow culimmadu waxay odhan jireen haddaad maqashid lafdu nidaa oo yaa ayuha aladiina aamanuu lagu leeyahay adigaa lagula hadlayaaye dhagaha taag dhagaha fur waayo iimaan baaba lagugu yeedhay waana wax ka sharaf badan ama mansilo lagu gaadhsiiyo oo ka qiimo badan in mu'min lagugu yeedho ma jirto waxba ama lagu farayaa ama xumaan baa lagu diidayaa ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay xusa in badan oo ilaahay u tasbiixsada gelin hore iyo gelin dambeba waa kii abu isxaaq lahaa waakthir dikrahu fi lardi da'ba litudkara fi lsamaai ida dakarta bal ilaahi subxaanahu watacaala salaada jumcaha marka aynu tukanno waxa uu ina faray inaynu dikriga ilaahay badinno faida qudiyat الsalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah maxaa ku xiga
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليبانتيني يا فلاحيني محوكحرين يهي إلهي أو أين إنبدا حسنو. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. إلهي سبحانه وتعالى مجيء سحس قلن هرية قلن دمبابا ربي سبحانه وتعالى وحك لو أماني ذاتك إلهي حسا إلابك أه إيه هبلها أما ددك إلهي حسا لبضب أماني. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات محلو دياري بل مرنتو ذوا محي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أي إلهي إلهي دمبداف أي دياري إيه أجر مركا آد أوين. ذكرك إلهي سبحانه وتعالى ربي وحا وكتل مامي إن وحاد وين يهي. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وين ذاس ابن عباس رضي الله عنهما وحا ويري لبا أرهمود متكود أيا لغو فسيريا أرنتكو بعد وإن نراهنو أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه. حسك إلهي إذنك إذن حسيو أيا كوين حسك آد إذنك إلهي حسيسان سيدا ولغوفة سيري يويري وحكى لغوفة سيري يويري أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه. إن حسك إلهي إلا حسا وكوين يهي عبادك استأو كالأو الله سميو أن أهين ذكرك إلهي سبحانه وتعالى مركا ذكرك إلهي سيدا أيو أوين يهي. لذلك با إلهي سبحانه وتعالى مركي أودالي عين أي منافقين تا وحيا به لقودالي عي وحاكم دها إن أيهين قار عاجس بدن أو مركا إلهي آن إن بدن حسين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إلهي أي سلاك تلمامي منافقين تتلمان تودي وإلهي حسد لآن أما حسد دو أو آد أير هدي اللي يدادو تلمان تا منافقين بأسكالي أو نار تميش هو سيسي قلي أدو إنات كتلمان ناتد ميتاه سو إنات كفو قاتد أو وحي منافقين لقو تلمامي آد إسك إلالي سيد ماها سو إنات حسك إلهي بدي سيد أو إلهي آد مركز تحستد معها سيانة تلمان توضعوا يالا. إلهي سبحانه وتعالى وحاوي نقول رجلي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إلهي سبحانه وتعالى وحاوي نقول رجلي إنان إلهي حسنو قلن هوري إلهي إنان حسنو تضرعا وخيفة إنقو إلهي دونين وحا أكتي سيالا ورغبة ورهبة. إلهي وحا أكتي سيالا ونحريس يشنع كان عررين وكبقنين. إلهي أكتي سيالا وعرأي عقاب إن إلهي حسن أي إلهي نفر وحان إلهي سبحانه وتعالى ليه ولا تكن من الغافلين موقنا ياشها كم ادنقن كوردوهن إيه إلهي إني حسان أن حسوسا حكم النقن ها أي إلهي سبحانه وتعالى نقول لي رجلني إلهي سبحانه وتعالى مرك حسكيسو ووح عربك الله قسمين أيو جوارح ذا الله قسمين أيو قلبك الله قسمين أيو وكي قبياجي لها وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة يفسد وحاوت الماما يا إلهي حسكي سحالتك استئن لقا قباهن يهي واختي قارنا أهان لهين إلهي سبحانه وتعالى إن لحسو قرسودي يدو مغتبا لغا دونيو قلبي غاغانا مروغدا إيه ورورك إيه نصيب درد أوردن وكئر يو ذكريو قف ذكري إيه حسبا قلبي غيسة سبول لما إنه قشل لغا ما يابو
ولا اسكده ويا حسك إلهي سبحانه وتعالى خير أدون إيا مد آخر ربا وسوتشي دا حسك إلهي هدي وسواس أوك وقدعو وحكائر يا وحوي حسك إلهي وعد بدي سيد ويا سيدوك لو حكودي ذي حنتي إيه إسكودره إسكودرك أي كودي ذي إيه وحك استؤ دين هذا فسه هذا وقت غير أتيان إسكاي ستيد حسك إلهي عربك كوهاي عربك أقوها دق دقاقو إلهي سبحانه وتعالى حس ها ونعمة وحد حسوسنا إسا إن نعمتها هي مركا آد دخاتير تكبو قتيد قفك إلهي هذا الكيكا قاضي أو آن إري أوران كرين مركا سدو حد أغان إسا نعمة عربك إيه إن إلهي آد حستدين وإلهي كوافتيو إن إتهي النعمة إن أذيك ستد مدن إلهي سبحانه وتعالى إن أد قدوات رب سبحانه وتعالى أول حسي وايو وحالك دحلا نولشن أو آد عريري كو قشيد إيا آخر أو مركا آد نصيب در لكو لنتيد رب سبحانه وتعالى وحاويري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سبحان الله قفك إلهي سبحانه وتعالى حسكي سكتشيست وحاو يالنا يا أو أسوغن معيشة ضنكا نول العريد يا أسوغن ونحشره يوم القيامة أعمى ما لنت قيامنا إساق أو إن دال أبالكين يا محومركا كدعوون يا أرنا يا قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إله يوم حات إن دل أنت يجو كنتي وحبان أركي دوني ذا مركي أنصارنا قف إن دل أو وحكل أركي أنا هاي محاني من كو إن دل هاي بويدين يا ربي وحورنا يا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آية ذا هي جبا كويمي دب ذا نوادسك إلا وذي ما أنت نسيت أي لغو إلا ويا إلهي سبحانه وتعالى الحسي وايو ربي سبحانه وتعالى ذكر يسا ومركا لقا قابيو وحاي دتكو كم مضانيان لبات ذا أين صوت الماني إلهي سبحانه وتعالى وحي نوت المامي إن النبي صلى الله عليه وسلم كد ينو دتك كد إذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة إيا أسودة أويا هنا لبت المامود بالسي بل لبت المامود أين يجنو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحيدين كسوغن رسولك إلهي كد يشونا أكسن لكن يكسوغن تاي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقفك إلهي سبحانه وتعالى يا مال انت قيام قود درين يا قفك دون يا إلهي إنو لكلم إنو چندي سقلو رالي هانشي سوهلو قفك عصي وقسوك انتهي إيو تلمان تلبات وامحي وذكر الله كثيرا إلهينا إن بذن حسا أو حسك إلهي بذيا والله بذات المامود كو النبي صلى الله عليه وسلم طريقي سير راعة يكود إذا مركا قف كنا هدي آنو الله بذات المامود لهين النبي صلى الله عليه وسلم قف كود يانا يا من نقانا يو قف آخرة قود درينا يا أو آخرة أو شقي سنة يا إلهي حسكي سنة بدينا يا حسك إلهي سبحانه وتعالى أو الله بديو وحيابها قفكو وكجبت بادو نقرت الشيطان كأي كم تاني وسواس كيسة شيطان كو إنه وحي لك وجيسته تتبذن بوحي كعبنا يان حنون بذن أو شيطان لحريرة وحي به لوجود ويذكر إله يبقى كم ده حديث كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ورنا يو وحوي النبي صلى الله عليه وسلم أيه وحوي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة قف كيرا هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مال قف كيرا هذا بقول شير
بل وحا او هليا ايغا مخو هليا كانت له عدل عشر رقاب وحي او ولمت هي قف تبن قف او ادوم احريي وكتبت له مئة حسنة وحا صحيفة ديسي أما ورقة ديسي عمل كوناك سن لوغو قريا بقل أجر ومحيت عنه مئة سيئة وحلق مسحيا إينا بقل دنبي وكانت له حرزا من الشيطان وحينا حرس حد وقنو قنيسا شيطانك ما لنتيساس أوردن إلا أو قلبايستو من أجر ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك من أجر قف عمل عمل كيس كون أكسن سميه مالنتا قف كبذي موية قف بقولك كبذي موية قف كلكما أجر بدنا انت إن لك بينك قاعدة نيسا إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ان نراهنو وحير بغاده نيسا ما حد نكوه ليسا ان انت سو اجر لغو قرو انت سو دنبي الا لغا مسخو سدو كلنا مالنتا شيطان ان وخبا كو ييلين عيد كو سخرتا وخ كو ييلين الي وخ كو ييلين شياطين تودن كو جينك خير كا اي وناغا سد هليسا ذكر إلهي سبحانه وتعالى وحيابها إلهي جعليها أيك مديح النبي صلى الله عليه وسلم حديث كأبي هريرة ورنا صحيحين ككسقا وحوها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري لبك المدود بل كل بذاك المدود تلمامها أي ليهن إيك دبا ذا نو حاد بربر دكتا مالنتي هذا الذي آتيرا هديد هذا القيمة هاليه مكتشرا نبي صلى الله عليه وسلم وحيدي وألا بك المدود خفيفتان على اللسان عربك أي كفو ذديهن أوقفك إنو يرا هدو ومباهنا إن عربي فرب بذن قرانيو ووح أوسف ذد أبران كرو عربك يكفو ذديهن ثقيلتان في الميزان ميزان كما لنت قيام عمل كينا لسارينا ويعسليان أو ميزان كي أجرك أي عسليان سو ما لنت قيام مدونين عمل كينا وناكسني إنو كعسلاضو عمل كيني حما سو قفو لبا مدونيو فمن ثقلت موازينه موازينه محيد إلهي فأولئك هم المفلحون كو الليباني محلو قلت المامي كو عمل كو ذونا أكسني وعسلاضي ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كو عمل كو ذا ميزانك ومركا خفيف نقضي عمل كو ذونا أكسنا وحمانت أي كعسلاتين محيه ليان فأولئك الذين خسروا أنفسهم كواسي وي خسارين أي إلهي تلمامي ولب في جهنم خالدون نار جهنم أي كواريان ما انت اسا تلفح وجوههم النار وتشغوده وحلي في دونتا نار باليدي ما انت وح عملك انو عسليه سوما باهنين عملك وحي انو عسليني لبدن كلمدود وي ثقيلتان في الميزان ميزان كاي كعلسيهن تلما انت صدح هذه ليهن هدي كلغيد لشيغي لها ايا كفلان لهيد انينو لبدن كلمدود كدالنو حبيبتان إلى الرحمن إلهي باتش علبة ليري وح إلهي تشعلي هاي مركا لغو يدا هذا كلمة دا إلهي باتش عل وح كلا دون دوني سوا محي سوح إلهي تشعلي هاي وح إنو دنب دافك كوه لينا ماها وح عمل كينا أوردن كر لغو قاضي يسو ماها وح دنب جيني لغو دافا يسو ماها بل بدا كلمة دو دي قيمة له محيهين وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قفان اورن كرين ميو نغو جيره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا بدا كلمدود كليه عربك يكو فدوديهن الهي با جعل ميزان كان وي عسليان
بل ذكركم سيدو أفضد ياهي أي كنت سينيسا أنت عاد مقال الله اسكما رئيسي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دات تلاهي انت إن لك بلغو قرية عمل وناكسا ميزان كاغو انت إن لك بعسلانا يا وحجيبا وي بل حديث كان كلنا إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بأوريني وحأويري نبي صلى الله عليه وسلم أكتي سأيان فرديني دبا ذاتنا النبي صلى الله عليه وسلم وحو نقويري أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قف إذن كمت أي ميو كعاجسيا أو كقابينيا مالنتي إنو كن أشر شقيستو صحابه وحي اهايين مركا لو شيغو طريقه جنده لو مريو كو كو دداله علمي قبصدا كو دغه او مركا كو عمل فلا اي اهايين دبدنا وحا اي ويديين سبا قفكيو او كسبنيا مالنتي كن اجر النبي صلى الله عليه وسلم وحو يدي يسبح 100 تسبيحه بقول شير بو سبحان الله اورنيا فيكتب له ألف حسنة وحلو قريا كن حسن وكن أجر بلو قريا أو يحط عنه ألف خطيئة أما وحل لقى مسحيا كن دنبيبا لقى مسحيا كلمة دو انتهى الله يكتهي ها وسبحان الله وآت بقول شرطي سبحان الله وبقول شرطي أياد انتهى كوه ليسا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحأورنا يا حديث كنبي صلى الله عليه وسلم وإلهي كورنا يو وحديث القدس جاء وحأور إلهي سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا وحى أنا هاي أدون كي وحى أويجا ملايستو هل كأويجا ملايستو أيانو شوجا وأنا معه إذ ذكرني هذا بيت القصيد ماشي نوسع نواتها أنا يقول معي سانا هاي أولا تشركي سانا هاي هدي ويحسو هدي إلهي سبحانه وتعالى أد حستيد إلهي با كل تشرا إلهي با كتاقيريا إلهي با قرب كسينيا هدي إلهي كتاقيريا معيد با كاهات كان كرتا من نولوشا كعريد كو نغون كرتا ميرساقت با كو يران كرتا مدباتوين كأد كعبان يسيد با تشيري كرتا مر هدي إلهي وكل شرو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حسيت تلمامي إلهي سبحانه وتعالى حديث كان وكورين يوح تلمامي هدي وقفك يحسو ونفتي سيقو حسو كلي سقو عن عيد المقلين إلهي سبحانه وتعالى وحولي أكتيد أيام كحسا ذكرته في نفسي هدي ومكادة حدود يقو حسنا خلقي كخير بدن أو ملائكتي أيام كده حسا هدو ايغو سو دواادو تاكو ددون بان ودواادا حدي او ددون ايغو سو دواادنا ماركا باع بان ودواادا حدي او ييمادو اسغو او ماركا سكونيانا رعلين بان اوغو يمادا ربي سبحانه وتعالى محدونيا اينو حسنو حسكينونا ابال مرين لان دولكا ما دعايو بل الهي سبحانه وتعالى و هو اوغو فانا ملائكتا مركه أركو أدومه سي أو إلهي سبحانه وتعالى حسيا نبي صلى الله عليه وسلم وحويري ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده حديث أبي سعيد الخدري يا أبو هريرة ورنيان صحيح الجامع كسوغن ما تشيران دد قول فريستا يقول إلهي حسيا إلا ملائكة أيها حريسا ومركا اسكوير كغبطا نحريس أيانا الدبوشا دقنان شو أيها كسو دكتا إلهي سبحانه وتعالى أيانا كحسا أكتيسا إلهي وحان كبرينا انتي ننفرد ذا كوا إلهي حسيا إن حريص هليا إدقنان شه هليا إنه إلهي إنه قدره معاوية رضي الله عنه وأرضاه أيها وحاويري
مال مالمها كمدا ايا النبي صلوات ربي وسلامه عليه صوبحي انغ امركا حلقد مركا فدينا ان دد بدن انغ او حلقد فدينا ايو نغو صوبحي دبدنا وху كو يري ما اجلسكم ما هلكن اذن فريسيه ايو ويديه صحابتي وحي كو يراهدين جلسنا نذكر الله وحانو فريسني هلكن سيانو الهي وحسنو ونحمده على ما هدانا للإسلام سيدو كلنا أنو إلهي أغمى هدع لنو إنو نغهنوني إسلام نمضى نبي صلى الله عليه وسلم ومن به علينا أولي أنو قلّ ضيستي نبي صلى الله عليه وسلم وحويلي الله ما أجلسكم إلا ذاك إلهي بان إذن كداري وحان تاء هين إذن ما يفريسين مياهل كان دبدنا وحان كن لي والله ما اجلسنا الا ذاك والله وحان انت ان كو شيغني اهين نماي فريسين هلكن ايا كن لي ويدي النبي صلى الله عليه وسلم وحو كو يدي marka بل هلكن ايغا اما اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري إذن ما ندارين إن أن إذن تهون سنة هاي أو أن سلا يبين بيشيغي يعني إذن ما ندارين لكن جبريل بايمي وحانو إيشيغي إن إلهي سبحانه وتعالى وملائكتي مركا إذن كو هرين أيو وقفان أيو الدوما هايجي هل كاسي فرديان أني غيو حسيان ذكري كاسي هايان حدي الله إنك حسو الملأ الأعلى وحكى خير بدني ما تشيران وي وحكى وناكسن ما تشيرتو وي عبد الله بن بسر صحابي قال لي راه ذو أي النبي صلى الله عليه وسلم أيمي دابا إذا رسولك إلهي وحو ويدي سؤال وحو كويري إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وحائقوب التيبويري شريعوينك إسلامك عبادوينك فراها بدنا إلهي لوغو دواني أيا إيغو تربتي فأنبئني منها بشيء أتشبث به وحد إيغا شيكتا وح آن قبصدو أو آن إسكالات لاديو أو آن كود جنادو مركا نبي صلى الله عليه وسلم وحكيري لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل عربك غيوك زول إنو كقوينادو حسك إلهي سبحانه وتعالى مركز تأفك كوهي إلهي إناد حسيسي مركز تحسك إلهي عربك كوهي إلهي سبحانه وتعالى دتك حسا وحا أكمد نغي تدبض إلهي هركي سهر سنية وحا كمدها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه وحا كمدها تدبض هرك إلهي هر سنية مالين آنو هر كلا تشيرين مالين عد عيد لسود وين دونو أو قدر ميل لجين دونو مالين قف والبديد تكيسو حد با انت دم بيجيسو لأكا أو قاري دونو دادك قيب تود أيكو هفن دونان دادك قيب تود لقي دونو قيب تود وكالحما أو قاري دونو مالين تدبات هذا بطن له مالين تدادك أي عدسان يان إن إلهي سبحانه وتعالى أو كلا حكمو أو كنا ينار لجيو ما أنت دبعت ذا بدن إهواشا بدن أيا إلهي سبحانه وتعالى هركي سوحار سنتونا تدبس في أودتك كمدة مع كمدة نين أما قف إلهي سبحانه وتعالى حصوصتي إسقو كليجية دبذتنا إلم إنديه سؤال إلميين محلو يدي خاليا وحا مركا قفك وكفقية هاي الرياء والسمعة إنه عد استستسو أيو كفوق يهي كل يجيبو إلهي سبحانه وتعالى إسقو تشوغا ما يلعد لأبو إلهي حصوصتي دبدا نو إلمي ووحيابها إلهي سبحانه وتعالى لوغو دوادو أي كمتها نبي إبراهيم عليه السلام هبين كي نبي صلى الله عليه وسلم لدي المي أيا وحيد وحن لكل من نبي إبراهيم دبدا نبي إبراهيم وحا أصافر النبي صلوات ربي وسلامه عليه
فرين عجيب وفرين إنك إنو قصعوتا أو إنو أباهن هاي إنو قبسن أو دوحن أو مركادة قنقلن وحاويري لقيت إبراهيم ليلة أسري بي حبين كيلا إدل ميي أيام وحان لكل مي نبي إبراهيم عليه السلام دبادنا وحويري يا محمد أقري أمتك من السلام أمد هذا وحاد إقار سيسا صلان وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وحاوير وحادنا أشيكتا إن شندو أي عرسنتهاي عيدهدو وناكسنتهاي بيهدون معانيهين سيدو كلنا دولبانان او مركا وحنا لغو بيران كرا وحنا لغادسان كرا ايتاي وأن غراسها دولكا وحا لغو تلالو او لغو بيرانا لغو هيلو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انتا سول لي راهدو ايا در لغاق بيريا چندا ها شندي أياد واحد كوي ليس در لقى جبر حديث كعبد الله بن مسعود باورينيا صحيح الترغيب أيو كسو جيني هاي سيدوك أن النبي صلى الله عليه وسلم وحويري جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أيو مال المالها كم إذا النبي صلى الله عليه وسلم كتجي يدو مركا صلاة الضحى صبح إلى الضحى ما الفرد ذو مركا عبادة سنة سو ذكر وطا dabadeed markuu u soo noqday wuxuu ku yiri maxaladii aan kugu ogaa oo cibaadada ahayd baad ku jirtaa markaas ay tiri ha markaas wuxuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti mundhu al-yawm lawazanatun waxa uu yiri intii aan ka maqnaa سدح كالأفر كالمدود أيان سدح شرك علي وحي أردغانتا أما أي كبادانتا هاي ميزانك وحي آد انتي يردن الله هيد محيهين كالمدهاسي وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حديث كاسنا صحيح ومسلم أيو كسوغيه ابن الجوزي عليه رحمة الله أي مركا حديث كني حديث كهراء أركي وحأويري إميسا سبحان الله كم ضيعنا من نخل في الجنة انتي إن لأيق أوغي تمريد أهو چند لين أوغي بيري لها أي إنو ضيعنا أبي مسلم الخولاني عليه رحمة الله أي وحكمد أها دتكي سلفك آت كله قلت المام الشري إن إلهي سبحانه وتعالى حسكي سآد بضيان مركزتنا كتشرة إلهي حسكي سآد ابن رجب أي كتاب كيس جامع العلوم والحكم وحقوت المام يا إن معاوية وأسوغلي أبو مسلم الخولاني وأسوغلي معاوية إساقو مركا هنو هنو له وحبو مركا آخرين أي دبادنا معاوية وحوكو يري أجنون هذا يا أبا مسلم موالبا وأذن إصلاحات لي يا أبو مسلم مركزو حكيري ميا وحنون إلى رضوان الله حنون إلى عطاء الله حنون إلى الاتصال بالله وبهليو يا مركا تعلان أن إلهي سبحانه وتعالى راليها سيجة تعلاهي إلهي وحاو يسينا يا أنشع لهي إلهي سبحانه وتعالى مركا حديد انتيسة أنشع لهي وحكى الله تلماما قصوين كابو مسلم وحكمد أه إن نكي لورنشري أسود العنسي أو يمن كصوبحي أو شاكتين نبي النمو واختقيسي وأبو مسلم يري وحاتهي كذاب أو النبي إلهي متهد دبادنا وعقابي وحو كيري أتشهد أن محمد رسول الله مقريسا إن نبي محمد رسولك إلهي يهي مركز يري نعم ها مركز يري هل تشهد أني رسول الله
أنو إنا رسولك إلهي هاي مقرى يساب كويدي تبعدنا حوي لا أسمع شيئا وحبا ما مغليه مركو أركي إنه مركا كو أذجي هاي أو آنو قرصنين نبي النمديسة أيوه فري عيد مديسي إنا يدب شيطان تبعدنا دب كارلو تورو وحوي الدب كي مركي لا شيء أو مركا لا يقطوري أنتي أنسي سعدي بن وحن حسوستي إلهي سبحانه وتعالى دبدنا إلهي عربك يجوح سلون سيي حسبي الله ونعم الوكيل كلمة دائنا نراهضه وكلمة دي نبي إبراهيم وكبت بعدي ونارتك كبت بعدي وحوير دبكي بان كرد عي أنا جو عادي سعنا ينا وكسو بحي صحابة كلمة داسي كبت بعدين مالنتي يوم الأحزاب مركي لقول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أرنت سوى حيد على مركا خلافة أبو بكر الصديق أبو بكر بمركا أويمي دبدا نو أركي عمر بأسنا أركي عمر بأو حكويري مرحبا بالذي جعله الله في أمة محمد كالخليل إبراهيم عليه السلام سودو كي لوغ علي سيدي النبي إبراهيم لوغ علي وأمته من النبي محمد كتر صنايو إلى النبي إبراهيم نساس له عذابي وإلى هيئو بردا وسلاما وغدي قبو إيا نبت قليو علمات وحيدة هذان هدي بردا كلي الله أرى لها قبو أدمن لها إلا قبو وحبود دلاي لكن بردا وسلاما بالغد سيدا أيونا مكا نقاسي وقوبت بهذه ذكرك إلهي إيا حسك إلهي وحن كسو قبك بيننا صلق النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمد يهي ذكرك أقو قالسا إلهي سبحانه وتعالى نؤنا فري إن نكسل لنو بل إلهي نفتي سكب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي وحاو تلمامي إنو إلهي كسلنا يو ملائكتنا كسلنا يا النبي صلى الله عليه وسلم إنك نوحلين فري إنو كسلنا إمام البخاري وحاو تلمامي من حديث أبي العالية وحاو لي صلاة الله ثناء عليه إلهي سبحانه وتعالى إنو نبي كسلنا ورحمة ملائكته إنه يكسل لسنة وأمان بن آدم إنه يكسل ليانا ودعو ساسو تلمام إياه النبي صلى الله عليه وسلم قفك هالمر كسل لي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة إلهي تمن شربوا أن حريستا بل النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم النبي صلى الله عليه وسلم وحينا فري إن كسلنا النبي ويو سلينا وقاعد يا ملك استو أين تشوغنو صحابي قال لي راهدو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أي النبي صلى الله عليه وسلم ويديو وحكيري رسولك إله يو دعاء إذا مرك أن دعي سنة يو قيب كميت أيان سلك كدقا إنتين لك بان كدقا النبي صلى الله عليه وسلم وحكيري وحيد إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي وأن بذي أصلي إنت إن لك بان كدقا صلي دبدنا ما شئت بي النبي صلى الله عليه وسلم إنت دونت دبدنا وحنكو يربو ربع عدان كدقا أفر ميالود مركا لو قيبيا ميال كاميرا أن صلي كدقا إنت كلنا أن دعي استكورا وحيد النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت فإن زدت فهو خير لك حدات ككر لسدنا ويكون خير بدن تاي هاف هدان كدغو بو ويدي هدات ككردسيدنا ويكون خير بدن تاي لا سدح ميلود marka loo qaybiyo laba meelood hadaan ka dhigo hadat ka kordhisidna way ku khair badan tahay markaas wuxuu yiri idan aj'alu laka salati kullaha du'adayda oo dhanba saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam baan ka dhigaya dabadeedna nabiga sallallahu alayhi wasallam erayadan buu yiri erayadan adduunka qof kasta waxa uu uga baahan yahay iyo aakhira wuxuu uga baahan yahay way ku filan tahay waxa uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam idan tukfa hammuk wa yughfaru laka dhanbuk hadii aad saliga ka wada dhigtid horta
dambigaagina waa la dhaafayaa waxa adduunka ku warwar galiye oo dhanna waa lagaaga filaanayaa maal baad u baahan tahay saboolnimaa ku haysa ilaahay baa idhi waan kaaga filaanayaa ubad baad u baahan tahay ilaahay baa kaaga filaanayaa noloshaa kugu adag ilaahay baa kaaga filaanayaa ubadkii baa kugu madax adag ilaahay baa kaaga filaanayaa adduunka oo dhan wuxuu kugu hagaagayaa salliga oo aad badisid dambigaaga oo la dhaafana waa qof jannadii galay haddii aadan dambi lahayn jannada ilaahay baad mutaysanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa aynu weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusna wasifaatihi alculaa inuu inaga mid dhigo الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كو إلهي حسكي سبديا أو عرب كود إلهي أفضو ديو إني حسان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا اللهم انصر عبادك في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم على اليهود الخائنين اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود اللهم حرره يا رب العالمين اللهم عافي جرحاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم وحد أمة الإسلام على كلمة التوحيد اللهم وحدهم على كلمة التوحيد اللهم وحد قلوبهم اللهم وحد قلوبهم اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم أحسن عاقبتنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.